قلبي ما بقى له كمالي ما بقى له كمالي سرقوا يا امي والدوا سرقوا حالي العالم بي حالي كيفاش نصبوا داري كيفاش وانا يا امي مغلوبة وانا الحبيبة من تمي الحبيبة من حب حيطة بيه النار لكن شايون صعبة من تايون صعبة رشقات فما قيل شوار صبارة يا منتي صبارة صبارة أنا صبارة ونطير بجراحي نصدق الجناح جهدي صغير والحب كبير حبي عفيف حب الارواح لكن شايون صعبة من تايون صعبة رشقات فما قيل شوار كيش باش مقلقه كاين غير ما يقلق انا بوحدي اللي مشاكلي في الدنيا كامله مبغاوش يتقاضاو واش انت بغيتي تعيشي في الدنيا بلا بيهم وانت عارفه شحال عندي ديال المشاكل شي انت مي دورك هاني ساداتك ساداتي انا عندي اكبر مشكل في العالم هو ديك جميله انت راك بنتي اللي عاشقه عليك عاشقه عليك حتى نقوم نفوج عليك نضحكك علاش انا بيض اخويا ما عنديش الزهر واش غنقول انا وصافي مشي عليا دوك الدموع بنات ميلودا ودريس راه ما كيبكيو كاع مشي دموعك وبيدي ماك علاش الناس كنتعامل معاهم مزيان ما كيتعاملوش معايا بنفس الطريقه سهله انت ما تبقيش تعاملي معاهم مزيان صافي بقات لها الشطه ما تيهرستيها يلا سير جمع داك الكازو اللي خليتي مشيتي تحترق يلا واخا واخا خالتي صافي وقول لي ما ترى باقي كنتسنى دابا رقم مينا طارق باقي هنا يلا زيد قدام صباح وانا كنقلب عليك بحال شي حمق نسيت لقيتك مع النقاش رديني طارق انت راك ما فاهم والو انا ما فاهمش انا باغي نفهم فهميني طارق هذاك هو هذاك هو شنو هذاك زارديني جيت لقيتكم معاه قال لي عايشين الحياه طارق
فهمتي؟ ولدي فين كنت تعطلت عليا؟ شوية الطريق كانت عامرة. شنو مالها؟ سد عليها في البنت ما بغات تهضر مع حتى شي واحد. شنو واش دوا معها شي حد؟ قلقها شي حد فيكم ولا؟ لا ما قلت لها والو، ما دوا معها حتى شي واحد. صافي ماما صافا با. جاي كيما يكون عندها شي مشكل معاها. معاني؟ هذاك تخبط الوالدين ديال طارق. لا ما كنظنش. الله أعلم. فين هي دابا؟ في البيت. الله يخليك مشي شوفها. أنا غادي نمشي نقضي شي صباح ونرجع. واخا أنا طالع. مينا. مينا حلي الباب. راه اللي ما حليتيش راه ما غنتحركش من هنا. واش ما غتهلاش من صداعك انت؟ مالك اشنو كاين؟ اش كاين؟ سمعت غتزوجي زعما خصك تكوني فرحانة. شكون اللي مقلقك؟ هادشي صاير في الهضرة عالي. ولكن شكون يبغي يتزوج مع وحده باها شفار وما كطلب في الزنقه؟ انا مالي ما عجبتكش؟ انا دابا قول لي طريق باش حسب مني. اش كضحك عليا؟ انا بخصوص انت كضحك عليا. بغيت نعرف علاش مازال كطلب. بابا في الطمام خليهم محتاجين حتى حاجه. عرفتي كيفاش حسيت براسي قبيله؟ مينا صافي صافي يا خايبه، واش عقلتي على راسك اول مره جيتي للدار؟ انتي قبيحه وما كيقد عليك حد. مينا واحد اللي كان باغيك غير باغيك انتي، ماشي باك ولا امك. واش كتسمعيني؟ نوضي خصي داك الوجه ومبارك. يلا نوضي. شكون مدام ساره؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بخير. لاباس؟ تفضل. على سلامتك. الله يسلمك. ميرسي. كومون سي باسي لو فواياج؟ صافا الحمد لله بخير. صافا. اي في بوان اجوردي؟ وي سي فغي. تشرب شي حاجه؟ لا ميرسي. داكوغ. ما نعطلكش. حيت لك باش تجي باسكو عرفت ماما دازت عندك البيرو ديغنيغمون. اي بغيت نعرف واش فرونشمون واش كتبات شي حاجه لشي واحد سي سا؟ سافا با ايت بوسيبل مدام ساره. دون سي سكري بروفيسيونيل اي دو دو مدام في الطومون وصاتني باش جدعت لو سكري كوا. اسمح لي. تبارك الله عليك سي عمر. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes aussi professionnel que ça. En tout cas, ça me rassure. غير اللي بغيتك تعرف سي كو انا مخيفه على ماما شويه بزاف. حيت هذيك مينا هي وعائلتها نيتهم ما عجبانيش. Malgré tout ce qu'a fait ma mère avec eux, باقي نتمعين فيها وكيزيروها باش تكتب لهم شي حوايج في سميتهم و كومي لي مالاد. Bon, c'est vrai que l'amour بيد الله، مي خفت غدا ولا بعد غدا توقع شي حاجه وبغيت نعرف واش غنقدر نعول على شي واحد ونثق فيه. سي بور سا ان فيت. بيان سور بيان سور مدام ساره بيان سور. انا الموضوع ما كانش واضح عندي مي مانون سي بلي كلير. دونك جو بو كونتي سور فو؟ بيان سور بيان سور. دونك غتقول لي واش كتبات شي حاجه؟ اش غادي نقول لك؟ هي كتبت للدار اللي فزرقتوني وعولات كتب لها انتيت بارسيل اللي عندها في الارض اللي في طريق جديده. هادشي اللي يمكن نقول لك وسا غيسون تخلو مدام ساره باسكو سي با بروفيسيونيل دو ما باغ. لا لا ما تخافش. لا فوالا. لا جو سافي تفاصيل. Voilà, je dois partir, c'est un chien. Merci beaucoup, ou je passerai vous voir. Bien sûr, avec grand plaisir, je suis à votre disposition. Passez me voir en bureau, avec grand plaisir. Merci. D'accord. Merci. Yalla, madame. Salam alaykoum, au revoir. Au revoir. سلام. ميلودا شتي جيتي مكري اليوم؟ كيما كاين الناس كاين شي حملة ولا جربوا لك سطافيط؟
والعام الاول كنهضر معاك خلينا نمشي عليك بشي شقفه الاودن كنهضر معاك انت من خلاني تبع قول لي انت يا لا مينا بغات تجوج ضروري هذاك اللي غتجوج به خاصو يكون بوغوص وبوغو فلوس الدري عندي تحرق ميتم ساكنة بفيلا كتقرا بالفلوس وكتسبيكي الفرنساوية بغيتيها تاخد واحد بحالي ايه ايه والخطاب من يجوا عاد من غيجي عاد فطومة ولا عندنا هنايا ويمشيو عند فطومة اش غيجي ودار عندنا هنايا الضيق والحريق ايه ايه وحنا شرب حلا تفكر في شي حاجه انت جيني من الاخر زعما بينا بيتنا غترضى تجيبهم لهاد الخربه بالله حتى انا جاي فين غاد شي نجيب شي من لاسه وشويه الكياس والرمله والريبه هاد الخربه هادو ونطلع لك فيلا فين يجيو الخطاب اجلس اجلس ترى الفيلا راه جيت عندك شنو قلت لي كيفاش ما فهمتش على مال مينا غترضى بينا فهاد الخربه هادي غتقولها فطومة وفطومة غتجيب لك الفيلا حتى لعندك سمعتي شي تنقلقتي ادري هاد الساعة انا ما سامعة والو ولكن عندي احساس احساس والله يحفر لك الساس قولي امي اراديك الصرف انا حاسب ندوز وقتها انت جمع ديك الكبشة اللي عندك بعد روح يا ماري عزيزي المعلم في هاش تلفتيني على الحساب قاعد جيدو شو اسمه جبتك انت اللي تصباتش انا اللي درت لها سلسة شباكية الله كان موسى الشباكية ولكن موسى اللي كدرت لها وهذه شنا هي هذي هادي محنشة باللوز انت درتي باللوز درتي اللوز ولا سلف نسرين نسرين كدير انت هنا كنصب بالجردة صب في الجردة مشي الحالة درتي مع مرتينة ثانية كاملة بالربع سمحي لي يا خالتي الله يخوي لك الطراس ديما تنقولك ما عمرك تعيط لي يا خالتي كمارة كديرة نسرين حبيبة حبيبة خرجي خرجي كالية فراسية الشامية عارض تبصير ذات شبكية حبيبة واش كنعرف فين كتضلي غابة النهار كامل عييت منقلب عليك واش غتهمقيني ولا شنو ماما كنت غير في البيت متكية واحد شوية راسي كيضرني جدارك؟ راسي ما دير شخطي حوسكت عليها هذا رسمي شو خرجان لأقلم موليسي ايه كتخربقي ثم خليتو فيها شي عقل انا مكراش نجري على ذاك المسخوط ومتهنى من كمارتو ديما تنقول لك ديها شوية في قرايتك وانا تبغي تجوجي فكري في شي واحد يتهلا فيك ماشي شي مكار ديال الخلا شكون قالك انا بعدا كنفكر في الزواج وسري انا اللي خايفه عليك باش يوقع لك داكشي اللي وقع ليا من نهاري تلفت ما لقيت مورايا لا تالي لا متلي ما عرفتش حتى فين نعطي الراس هربوا ما عاودتش تكون مرتو تخافيش عليها ما تخافيش عليها لفطومة أنا زينب ماما طارق أهلا لالا عمسي وقيلة الله يا ودي مرحبا أهلا فطيك تشربي شي حاجة
لكن ممكن شي قهوه نسرين واش دير لنا قهوه وعيط ليا على مينا يلا لا خير مرحبا مرحبا اهلا اختي بارك الله فيك اسمحي لي بزاف على هاد الزياره اللي ما علمتك ما والو كتعرفي كل مره كنقول غنجي عندك والزمان والوقت ما كيسمحش باش نجي عندك اسمحي لي بزاف عندك الحق لا زينب شحال من حاجه كنبغي نقضيها والوقت ما كيسامحش ايوا هادشي اللي خلاني نتشجع ونجي عندك اليوم ونتعرف عليك اكثر انا عارفه راسي جيت للدار الكبيره والقلب طيب ربي يخليك دار داركم مرحبا بك اي وقت بارك الله فيك ايوا مينا بنتي كتعاود ليها غير الخير على ولدك طارق تبارك الله عليه عيطت على مينا انا مشيت نشوفها لقيتها خرجات ما قالت لي والو ما عرفتش لاله يخليها دابا تكون مشغوله ولا شي حاجه انا في الحقيقه جيت نتعرف عليك انت اليوم وقلت مره اخرى غادي نجينا ولدي طارق عندكم مرحبا بكم تاخذ قهوه ميرسي تاخذ سكر لا كناخذها بلا سكر بحالي والله إلا فحريك راحتني بهاد الزيارة ربي خليك شحال هادي ما جا عندي شي حد وأنا كيعجبوني الناس والعائلة سورتو ملي كيمشيو الولاد ماشي مشكل بنتك أمينة أخلاق العالية مأدبة ومربية أنا غدا والله إلا دخلت ليا قلبي ربي يخليك ويخليك داك الوليد شكرا بارك الله فيك ماما بغيت نهضر معاك هذه ساره بنتي هربت ليا لفرنسا وخلت ليا الدار خاويه هذوك هما ولاد اليوم كل واحد تيختار فين يرتاح ماما بصح بغيت نهضر معاك ساره سلمي على ماما طارق اللي مع مينا في ليكول سلام سلام دو بارلي سمحوا لي انا غادي نمشي وقال بنتو ليا مشغولين ما كملتيش قهوتك مره اخرى ان شاء الله سلامة ساعة سلامة سارة شاد الحالة حشمتني مع المرأة ماما هذيك شفارة خصها تمشي بحالها اليوم من الدار شكون هاد الشفارة شكون شفارة مينا بيان سور هذيك بنتي مربية ماشي شفارة ماما راه أنا بنتك ماشي هي سارة ما ربيتكش على هاد القباحة نتوما بجوجكم بناتي وهادي داركم جيتي جامي ايدوكي بوغ اتر كوم سا واللي ما عجبوش الحال يبقى فيني تفخز فازي فيني تفخز وقولي سير بحالك من الدار ياك انا ما جريت على حد ميرسي ماما لا ما كيناش ولكن دخلي تسنيها نعيط لها في التليفون يلا لقيتيها خرجت يا جميلة ماما فهمت فينكم جميلة مالك يا كلاب اش واقع كيفاش مالكي شوف من شحال وانا كنعيط لك فين كنتي ما كتجاوبيش ما سمعتكش انا كنت مع ماماك في الكوزينه كيس كي سباس ما في كيس كي سباس اي با جي با تروفي مون كولي ريغارد ما كاينش كيفاش ما كاينش ما عنده فين يمشي ما حنا معنا زيد في الدار تلقى دابا في بيتكم راه ما عرفتيش تقلبي عليه ما لقيتوش يا جميله جا شيرشي بارتو ما كاينش بون اون سكال ما في اون با سبيكولي اون با لو شيرشي اون با لو تروفي مي مامون كومون فيتي كو جو مكان الوغ كو الكولي ديالي ما كاينش في الدار مشفور من الدار وحنا ساكتين الا مشفور تقوليش هاد الهضره هي ما قلبتيش عليه مزيان يلاه نعاونك ونقلبوا عليه وغنلقاوه اي با باس اون فولي تون كولي واخا يلاه زيدي وشوف هاد الفهمه ديالك نشوفوا فين غتلقايها يلاه زيدي شنو عليزي هاد الفهمه ديالك يا جميله ما عمرهم ما
غيزولوا منك. دابا انا عوره ما كنعرفش نقلب ياك. لا كنعرف تقلب ليها باين قلبتي تطرتي. واجي هنا فين غاديه؟ راه كنقول لك الكوريه ديال اللي مشى مشى ديال مينا الهبيله. كي قلتي قلبتي عليه مزيان ما لقيتيش اجي نقلبوا بيت مينا ما تعرفي تكون هي اللي هزاته وخباته. سيدي واش تي فاي مينا ما كانتش ليها كاع داكشي اللي بغات علاش تفر لي انا الكوريه ديالي؟ واسمعي اللي فيه شي لولا ما كتحيدش منه زيد شاطه كتكون هي اللي سرقه. يلا اجي شنو هاوت عينيه واخا ثلاث شوفنا ماما راه ما غيعجبهاش الحال. مناش كنديروا كنفرقوا ها دابا شكون اللي تفرق انا يوا زيد تقلبي معايا يلا زيد فين غتكون دايره دابا بغيتي نعرف تقلب علاش حاجه ما عرفتش كي دايره هذاك الكولي ديالي البيض هذاك اللي في الحقيقه مرحبا بك الله يخليك يا خالتي مالك ساعات لله ولا وا ما غاديش تهزي الهم من دابا باقه صغيره وغزال صلع النبي عليك تشعرك غزال ولكن مهلياش فيه حرقتيه كله بالسيشوارات عرفتي اش غديري خدي زيت العود وسخنيه باش ما بقاش فيها الجهد ديالها ديرها في قرعه الدجاج رمي فيها ضرس ديال الثومه وشويه ديال لازاز وشويه ديال الزعفران الحره والحديده الحمراء بقيت شقي به فين نلقى خالتي هاد الحديده الحمراء عند العطار صافي عمرك ما غديريها ياك ما عرفتش انا غنصاوب لك بنتي هاد الماسك ونعطيه ليلى تجيبو لك الله يخليك اخالتي شكرا بزاف كون عاودتي ليلى والو بنتي ما كتجاوبش ما خلتي وقيله نوض نخليك خليك معانا كملي بعدا غير كاسك والله خالتي تا مزروبه نعاود نرجع عندك ان شاء الله مرحبا بك بنتي في اي وقت كيعجبني الحال ملي كنشوفك مع ليلى حتى انا خالتي ليلى عزيزه عليا بزاف وما تصوريش شحال كنرتاح معاك عندك ما دنيزة العيد تالي شنو كاين؟ أنا ما فراسكش كو؟ طريق خطب مينا بن سيم بو نوبيل؟ كم سنديرو العرس بجوج؟ هادشي لا خلاها علي تجوج كم وصاي لا خلاها علي تجوج؟ على مال علي شغلو تجوج ولا ما تجلس؟ وراتش علاش معي طالك؟ باش هضري مع علي مينا صاحبتي ما باغاش تجبد المشاكل بيناتهم وراكي عارفه علي راه كاع ما كيحمل طريق وكاع ما كيخلي مينا تبقى ديما مع طريق ديما هو مخشي بيناتهم وقبيله راجل المدرسه اون بلوس كان معصب جاب الله انا اللي كنت كان ميتو حنا ما غنساليوش من هاد الفيلم ديال مينا ويا علي فينك ويا سافا فينك صافي خليك تما انا ما جي عندك صافي حتى نجي تعصبيش صافي ماشي مشكل هضري معاه واسي دارونجي لي شوز لا 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 سير عندو غير بوحدك انا غنهبط غير هنا يلا نزلي يلا هاتو طالع جاوبيني
حق الله العظيم خالتي وحق الله بغيت ربي يعذبني ما شفرت شي حاجه. هاي ثنينه ما عنده فين يمشي. واش ما كتامنش بالله الحاجه؟ لا واكل النعمه ديالكم وشرب الماء ديالكم والله ما شفرتكم. شفتي نتوما واحد القوم ما كتهناو حتى كطيروا حوايج عباد الله. جميله قلبي وسكتي ماما. ولي باش قولها قلبي وسكتي جو بونس كو تو دوفغي تعيط للبوليس بور نو زيدي. علاش لا بوليس؟ بوركوا؟ كيفاش بوركوا؟ كيسكو تو اتون؟ تو فو تجي شي نهار وتلقى الدار ديال كلها خاويه ياك عاد تعيط لهم. اون سو بريسيبيت با ما نزربوش. اي 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 حيد يدك من الساكادو خليها دير شغلها. انا اختي صار شي جامي تي تا سوغ سي كليغ. ما عمرني ما كنت اختك هيا بالعربيه باش تفهمها. اش كتقلبوا على هذا؟ في لقيتي هو اللي عطاك باش تخبيه ليه ياك؟ لا 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 صباح كنت نجمع البيت ديال اختي ساره وانا لقاها طايح وقلت نعطيه ليها. اسمح لنا ولدي. اسمح لي انت الحاجه انت دابا شتي كلشي بعينيك. انا راه قلت لكم شتوما واكل النعمه ديالكم وشارب الماء ديالكم وغناديكم. انت دابا الا بغيتي نمشي في حالاتي راه نمشي في حالاتي. انا عارفه ولدي ما كنتش نخليك تدخل لداري. يرحم لك الوالدة. ما عندك فين تمشي غتبقى معانا. قابلتي. اهلا بنيتي مينا. اهلا زادنا البركه. لاباس الحمد لله. شحال هادي ما بقيتي كتجي عندك ما راضياش بينا. بحال الا نتوما كتوحشوني ولا كتسولوا فيا وانتوما اللي كيهمكم اكثر من الفلوس اللي كتجيو تاخذوا فراس الشهر. ايوا يا بنيتي ايوا رجعوا لله راكي شايفه الحاله كي دايره وشايفه بوك شاد الركنه ومريض. انت ديك الفطومه ديالك شحال كاع كتعطينا في الشهر؟ شم ديك الكاسيت راني حفظتها. شتي امي مازال نعرفك كدوري في الزناقه طلبي غادي نقول ماما فطومه تقطع عليكم دوك الفلوس اللي كتعطيكم واش ما كتشبعوش؟ يا بنيتي يا داك النهار خوك عرقها ليا وجات نوبتك اليوم عطيني نستاهل. خويا كان خاصو يخويها الدار شحال هادي حتى دابا مازال الحال. وتصنتي ليا نقول لك جوج كلمات وديريهم زواقه دوك الودنين. راه بغيتي ولا كرهتي طلعتي ولا نزلتي انتي بنت ميلودا ودريس وهاد الهضره ديريها في داك المخيخ ديالك. صافي امي بارك منها التخربيق ماشي فين ما نجي نهضر معاك في موضوع تنقزي لي موضوع واحد اخر. انا عارفه راسي بنت ميلودا ودريس ما عمرني ننسى هذا الشيء ولكن انت ما تبقيش تطلبي في الزناقه تشويني قدام الناس. حلي لي امشي بحالاتي. صبارة صبارة أنا صبارة.
تمي الحبيبة ومن تمي الحبيبة من حب حيطة بيه النار لكن شايون صعبة ومن تايون صعبة رشقات فما قيل شواق صبارة يا منتي صبارة ونطير بجراحيك تمزق الجناح جهدي صغير والحب كبير